السواء النفسي عمره ما كان القدرة على الاستمرار، ولا القدرة على التكيف الخاطئ، ولا القدرة والقوة على التحمل. السواء النفسي في بعض الأحيان ويمكن كتير منها بيعني الانسحاب. انسحاب قوة فيكي مش ضعف منك. الانسحاب وانت مقدر انك لازم تحتفظي بما تبقى من قدراتك لما تبقى من حياتك. الانسحاب معناه التخلي، التخلي عن علاقة مع أشخاص أو شبه أشخاص، في حياة أو شبه حياة، في مواقف تحملت فيها مش المفروض أنك تتحملي، أو جيتي على نفسك أكتر مما تستحقي، ناس اديتيهم من المكانة أكثر مما يستحقوا، ناس اديتيهم من الاهتمام أكثر مما يستحقوا، ناس اديتيهم من التقدير أكثر مما يستحقوا، وكانت النتيجة إن المردود كان أقل بكتير مما تستحقي. وهنا بيكون التخلي عن وعد سابق بإنك تفضلي موجودة هو عين السواء النفسي، والبعد عن شخص ممكن تكوني وعدتيه إنك تفضلي جنبه هو أصل السواء النفسي، والانسحاب من شبه حياة مع شبه أشخاص شبه علاقة.